بلادنا ولات كما شهر سردوان الرمضاني في واحد التدوينه كتبها البارح بانه المغرب الملك محمد السادس كيصنع الشخصيه الدوليه للمغرب. كتعرف شنو ماشي بسهوله دوله نقولوا ماشي غير المغرب هشام. صحيح والله العظيم افريقيا كذلك. صحيح والله الا بزاف ديال الدول رجعت لهم الهيبه ديالهم ورجعت لهم الكرامه ديالهم ورجع لهم رزقهم بسبب هذه الاستراتيجيه ديال سيدنا اللي رجعت بالخير اولا على المغرب وثانيا على افريقيا. والدليل والمشاريع الكبرى اللي كدار في المغرب اللي ممكن تخلق مجموعه من فرص ومناصب للشغل مجموعه من الشباب. هذا واحد موضوع طبعا بزاف ديال الدول باقا عاقل على ايامات ديال الاستعمار راه ما دفات محمد. ما سياتي في علم الغيب دابا يومنا يومنا. صحيح للبيت رب يحمي. احنا كنهضروا على المملكه المغربيه الامبراطوريه المغربيه على امتداد 12 قرن اخي محمد. تاريخ هذه ماشي دوله البارح. هذه دوله عندها امتداد تاريخي الحضاره. مجموعه من الدول عندها الثقافه ان الحضاره اخي محمد ومشي بسهوله انه دوله تكون عندها حضاره بالسهوله يكون عندها ثقافه ولكن من الصعب انه تكون حضاره. احنا كنهضروا على ما كنتكلموش على الدول الهجينه المغرب. ما نهضروش على الدول الهجينه هذه مهم. عجبتني الدول الهجينه عجبتني بانه غنشيروا انه في اطار التوضيح سي محمد. عجبني داك الشيء اللي كتبوه رضوان الرمضاني بارطاجي معنا خويا بارطاجي. وقال المغرب اللي كان محسوب على اوروبا وشويه امريكا داز وقت ما بقيتيش كتعرفوا مع من. بصيغه اخرى المغرب رجع ملحشته المغرب مع المغرب. هادشي في الدبلوماسيه كيتسمى كما قلنا تعدد الشركاء. ها اوروبا امريكا ها الصين ها اسرائيل هذه مجموعه من الدول ممكن ان نفتح بمعنى انه المغرب ولا كيلعب مع الكبار. وهذه مساله مزيانه ولا ماشي مزيانه؟ والله اودي بلادك تلعب مع الكبار اودي. صحيح كما قلنا عندنا مجموعه من الامور اللي خصنا نحسنوها ونشتغلوا عليها ولكن هادشي ما كيجيش ضربه واحده بيناتنا داكشي. صحيح ندافعوا ونشيروا او نرجعوا عنه هذه القضيه الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه. ونعتقد بانه الدول القويه في العالم هي ملي كيكون عندها جهاز امني واستخباراتي قوي. من نقط القوه الان للمغرب هو هذه الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه. زعما بغينا ولا كرهنا جوج الاجهزه لاجيد والديستي رجعوا في مستوى غير مسبوق ديال الاحترافيه. وهذا الشيء كيقول رضوان رمضان والله ما انا اللي قلتها. رجع الفرنسيس والاسباني والامريكان وقلاش قالوا ايوا ما قالوش هادشي حبا فينا قالوا لنا اعتبارا القيمه اللي فيها. كاع هادو اللي ذكرتها هشام كلهم عيطوا على السي عبد الطيف الحموشي وشحوها صاحبي. صحيح نعم هذا صافي بان لهم في العالم كله امريكا واسبانيا وفرنسا وهولندا ودول اخرى هادشي كامل في العالم بان لهم السي عبد الطيف حموشي يعيطوا عليه ويكبروا به ويقولوا لي تبارك الله على بلادك وتبارك الله على ملكك وتبارك الله على المعلومه. دابا راه عاوتاني غنستعمل واحد الكلمه داك الشيء اللي وقع بزاف ديال الدول. شوف دابا اشنو وقع عندهم الحمد لله بلادنا هاد النعمه ديال الامن والامان راه ما حاسين بها بزاف غير اللي فقدوها فاش كانت عندهم. فقدوها علاش؟ فقدوها فاش كانت عندهم راه هاد النعمه ديال اقسم بالله العلي العظيم. واحد الفيديو شفته البارح يضرك خاطرك في لبنان. نعم. اب كيقول لهم مصارياك كيقول لهم ها هو عندي الفلوس ها هو عندي الطوموبيل عندي الدار وبنتي مريضه خاصها غير الدواء ما كيبقاش كيوصل للبنان. صحيح يا محمد هذا غير نموذج بسيط الامن والامان. البلاد بالقوه ديالها بالنجاح ديالها بالانجازات اللي كتحققها بالتاكيد انه يكون عندها اعداء ولكن هذا البلد هذا الامبراطوريه المغربيه المملكه المغربيه عايشه على مدار 12 قرن. هذه المملكه غتبقى دائما عايشه. بلاد المملكه المغربيه بقياده جلاله الملك ستكون دائما ان شاء الله في القمه ولن نقول الا عيشي يا بلادي عيشي. يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي تغلى يا حبي كبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا أم كريمة فايضة بالجهود الخير عيشي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي يا بلادي عيشي عيشي يا بلادي الغالية يا حبي الكبير عيشي عيشي يا بلادي عيشي.
مع انه المغاربه الحرار ما كيضربوش الحساب في الوقيته اللي كنكونوا لاعبين فيها ضد الاعداء. فحنا ورا مالكنا ورا المؤسسات ديالنا في السراء والضراء، والضراء قبل السراء. وقع اللي وقع، حنا في بلادنا يد وحده، مغاربه كاملين وراء صاحب الجلاله حفظه الله ونصره وايده، ورا المؤسسات ديالنا، وطبعا غنتعاونوا كاملين ولو غاب بكلمه في الفيسبوك ولا غابيناتنا. طبعا انه كل شيء عارف انه هذا الشيء اللي كيوقع، هذا الهجوم هذا اللي على بلادنا، الا فيه الحقد والحسد والغيره على العلاقات ديالنا المزيانه، وعلى انه المغرب يدافع عن المغرب والمصالح ديالو، ما عندوش حق كيدير شي حاجه على قبل انه يرضي الخواطر. مغرب اليوم ماشي هو المغرب ديال البارح، وغيكون افضل بكثير في مغرب المستقبل. فهاد الشيء علاش مستمعينا الكرام، الا شفتوا ولا سمعتوا شي هجوم علينا، عرفوا هذا غا النجاحات ديالنا والانجازات ديالنا والطريق اللي حنا غاديين وكناكلوا الثمار ديالها، بحكم انه هذه السنوات وحنا غاديين دقه دقه حتى كنوصلوا للشبكه. فالهجوم عادي جدا، الهجوم هو ممول، هجوم. والدليل هو انه دابا قلبت على القنوات اللي دابا هاجم على المغرب، ما عندهمش المواد، ما عندهمش باش يخدموا، ما كاينش مواد اخباريه، ما عندهمش. والدليل انه الهجوم الاخر الاخير اللي عنده علاقه فيما يتعلق بداكشي ديال التجسس، حتى في داكشي اللي خرجوا به عرفتش كيقولوا من المحتمل. واش كاين شي اتهام كتبدا فيه كتقول من المحتمل ونفترض؟ ما كاينش، ما كاينش محمد، ما كاينش حاجه بنحتمل ونفترض. وحتى الاسئله اللي كتطرح كتكون فيها واحد النوع من الغباء، ملي كتجبر قنوات قنوات اجنبيه كطرح السؤال ايوا المغرب خصو يقدم الدليل ديالو على انه ما استعملش شي جهاز تجسس معين، وانت عطيتي الخبر وانت عطيني الدليل بانه المغرب استعمل. ما عندكش يا اخي، ما عندكش. ياك انا تجسست وبين لي، والله العظيم اقسم بالله ستعجزون دائما عن اضعاف المغرب، لانه المغرب ها هو ينبثق وسيكون ان شاء الله تنينا افريقيا اذا كان في واحد الوقت نهضروا على التنين الاسيوي. ابدا ولا ممكن انكم تضرونا باختلاق وتضخموا بعض الملفات اللي ممكن انها تضر بلادنا، ابدا ولا تستطعوا ولا تقدروا انكم بهذه الاساليب الدنيئه الحقيره تفكروا على انكم غتخلقوا الضرب والمؤسسات الوطنيه ببعضها ببعض، وانكم تخلقوا لنا واحد البلبله داخليه. ابدا. طبعا هادشي خاصو يفهموه دابا المغاربه. ابدا. عرفتوا علاش؟ حنا كهضرنا عن هذه واحد المملكه في العمر ديالها 12 قرن، عند رب يحميها وعند ملك بالقيادة الحكيمة ديالو اللي قادر يمشي مع كل مكونات الشعب المغربي، كل مواطنين ديالو يدا في يد. مغرب موحد ملكا وشعبا، مغرب يدعم الأجهزة ديالو اللي كتقوم بعمل وطني كبير، ما ممكن إلا أن نرفع له القبعات خدمة للحق وخدمة للحياة في هذا البلد، وخدمة كذلك لمواجهة بلد كل الأعمال الإرهابية اللي ممكن أنها تربص طبعاً بينا. وهاد البلد اللي فضل هاد الهجومات المشي اللي عليه، حتى الهجومات الإرهابية اللي ولا المغرب يقدم خدمة شريفة، خدمة فيها الخير، خدمة اللي فيها الخير صاحبي، فيها الخير على العالم. عرفت يا أخي محمد، خدمة هذه بحال شي واحد نقية، هذه بحال شي واحد هذا بحال شي صاحبك عرضتي عليه. أيوة. مني كتعرض عليه كتعرض بغيت تكبر به. أها. مني كتكبر به ودكلو وتشربو تعرض عليه كتكبر به، جا عندك ضيف. مني كيخرج كيمشي عند مراته كيقول لا ما عرفتش مني كيجيب داك الفلوس هذو كاملين، ما عرفتش مني زعماك علاش هما عايشين ديك السعاده بجوج بهم ومراته وحنا يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. حفظ الله الوطن، حفظ الله الملك، حفظ الله الشعب. انا بغيت نقول لكم واحد البيت شعري. زيدي انا من الاخر قولي. اصبر على كيد الحسود فان صبرك قاتله، فالنار تاكل بعضها ان لم تجد ما تاكله. يا الله كلوا بعضها. الله الوطن الملك. راعي تراب الامه وقايد بلدي للقمه، يا رمز الهيبه والهمه يا ملكنا. ميد راديو. ميد راديو. ميد راديو. الاذاعه القريبه منكم.